ننتقل إلى صحيفة آخر لحظة، ومنها نقرأ: جهات مجهولة تشتري كميات ضخمة من الذهب. كشفت غرفة الصناعة غرفة الصاغة وتجار الذهب عن جهات مجهولة تعمل على شراء الذهب بأسعار أعلى من أسعار بنك السودان والبورصة العالمية. كشف نائب الأمين العام للغرفة شريف تبيدي عن وجود أفراد بحوزتهم مبالغ كبيرة من الأموال يدخلون أسواق الذهب يوميا لشراء كميات تصل إلى 140 كيلو في اليوم. وأوضح أن تلك الجهات تشتري جرام الذهب ب 2990 جنيها، على الرغم من أن السعر العالمي يصل إلى 2800 جنيه، لافتا إلى أن إسهامهم في توقف حركة البيع والشراء من قبل التجار. وحذر تبيدي في تصريح لبنك نيوز من مغبة استمرار هذه الظاهرة، لجهة أنها تعمل على نهب موارد البنك المركزي وتهريبها إلى الخارج. أصابع الاتهام إلى أين تتجه في مسألة أن هناك، يعني على حسب الخبر، جهات مجهولة تشتري كميات ضخمة من الذهب؟ من المسؤول؟ من المتهم؟ طيب، التصريحات تشير إلى أنه هناك مجموعات تقوم بالمضاربة في أسعار الذهب، وحسب الصياغة بتاعت الخبر تشير إلى أنه هذه المجموعات تعمل بشكل تخريبي للاقتصاد الوطني. يأتي ذلك في وقت نعلم فيه أنه نسبة تهريب الذهب تصل إلى ثلثين ما ينتجه السودان. يعني السودان ينتج أكثر من 100 طن من الذهب سنويا، منها ثلثين بيتم تهريبه، وحتى في بعض منه بيتهرب عبر مطار الخرطوم الرسمي حسب تصريحات رسمية. الموضوع عشان يكون يعني موضوع علمي، مفروض الجهات المختصة وعن أجهزة الأمن والمخابرات، الأجهزة الأمنية عموما، يفترض أن تتحقق حول هذه المجموعات. هل هي شخصيات وطنية تعمل لشركات وطنية كبرى تزع لمضاربة الجهاز الحكومي في مسألة شراء الذهب، أم هي جهات تعمل من أجل شركات خارجية أو أجهزة خارجية بهدف تخريب الاقتصاد بشكل واضح وليس من باب المرابحة والمنافسة؟ طبعا في مشكلة هو أساسا في مسألة الذهب. يفترض عديد من الخبراء دعوا لأنه يكون هناك بورصة لشراء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، وهذه البورصة تتحرك وفقا لأسعار الذهب العالمية، لا أن يفرض بنك السودان المركز السياسة السابق يجب إعادة النظر فيها ومراجعتها، أن يفرض بنك السودان سعر يكون أغلى من السعر العالمي مما يدفع الآخرين للبيع إلى مثل هذه المجموعات وإلى مجموعات أخرى. لكن الأمر يتطلب جملة من الإجراءات الإدارية، إعادة النظر في سياسة الذهب وسياسة الصادر وإنتاج الذهب عموما. مسألة إنشاء بورصة مسألة مهمة لإنتاج الذهب، لأنه بورصة الذهب إضافة إلى تحويلات المغتربين إذا تم التعامل معها بفاعلية وعقلانية يمكن أن تسد العجز في الميزان التجاري الذي يصل إلى 8 مليار دولار أشار إليها منذ النظام السابق وورثها الحكومة الانتقالية، وأشار إليها السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء. النقطة الثانية، الإجراءات الأمنية، لابد أن تكون هناك إجراءات أمنية وتحركات عاجلة من خلال جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المجموعة. هل يمكن أن نتوقع من هي هذه المجموعات؟ طيب، ما هو يا إما هذه نتحدث عن استنتاجات، أنا لا أتحدث، ليس لدي معلومات واضحة، لأنه يتبادر إلى ذهن المشاهد ربما أنه ربما طيب تكون النظام السابق، طيب ممكن يكون رموز طيب النظام السابق. هو لم يأتي إشارة المعلومات، نحن نتحدث عن سيناريوهات، يمكن مجموعات تزعى للتكسب وتستفيد من السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق في مسألة سياسة الذهب، خاصة في ظل عدم وجود بورصة، أسعار غير مجزية تاع بنك السودان، عدم وجود سيولة في كثير من الأحيان وغيرها من الأمور التي تعيق حركة شراء الذهب. دي ممكن يكون مجموعات بتتربح من شراء الذهب، يمكن تكون مجموعات تزعى لتخريب الاقتصاد، دي مجموعات واردة سواء لأجندة داخلية أو أجندة خارجية، كل هذه الأمور واردة. ويمكن لذلك كما قلت لك الأمر بيد الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية لجمع المعلومات والتحقق فيها والتدقيق فيها واتخاذ ما يجزم. طيب، أين الرقابة على يعني على مورد كهذا ومؤثر كبير على الاقتصاد السوداني؟ ده طبعا سؤال بيطرح نفسه وسؤال مشروع، خاصة زي ما قلت لك أنه تلتين إنتاج الذهب في السودان بيتم تهريبه، وده بيفقد الخزينة تحت الدولة مصادر مهولة زيه زي كثير من الموارد الأخرى التي يتم تهريبها دون وجود أجهزة فاعلة في مجال المراقبة والمحاسبة. أضف إلى ذلك السياسات الخاطئة التي تشجع على التهريب. لذلك نحن نتحدث عن سياسات وإجراءات وآليات، ففي مشكلة في الآليات، في مشكلة في السياسات، وفي مشكلة في الإجراءات عموما. في موضوع الذهب أيضا هناك الكثير من الخبراء يقولون بأنه لا يوجد دولة تسمح للمواطنين بالتنقيب عن الذهب، هنا في السودان الأمر متاح، هل هذا الأمر أيضا يضر بالاقتصاد؟ هو طبعا المزار تحت الإضرار في، يعني أنت عندك نحو 2 مليون شخص يعملوا في قطاع التعدين الأهلي، وإنتاجية التعدين الأهلي أعلى من إنتاجية الشركات
الموجودة حاليا، برغم أنه فارغ الإمكانيات الكبير، لكن بحكم العدد وحكم الإنتاج والحركة والنشاط هم بينتجوا أعلى من الشركات حسب الأرقام الرسمية. أصبح الذهب مورد ومصدر دخل وتوظيف للعديد من الملايين الأشخاص في السودان، لكن المشكلة الأساسية هي في توظيف هذا المورد، في أنه جزء كبير من عملية الإنتاج تحت الذهب عبر القطاع الأهلي تحولت إلى مجال اللي هو توصل في خانة الاستهلاك، شراء العقارات، شراء السيارات وغيرها. لم تحسن الدولة وضع سياسات لتوظيف هذه الفائض أو هذه الثروة التي هبطت على الأشخاص في مجال زيادة الإنتاج، لذلك حدثت آثار سلبية فيما يلي مسألة التضخم، مسألة ارتفاع أسعار بعض السلع والأصول وغيرها، بسبب يعني في جوانب إيجابية وفي جوانب سلبية. أعتقد يمكن نحن نحتاج إلى سياسة كاملة فيما يلي مسألة الذهب، هل الأفضل تصديره بشكله الخام أم يتم تصنيعه، كلها من الإجراءات لابد من إعادة النظر فيها.